هلا والله احلى شباب، كيفكم؟ عساكم طيبين. شوف شو بعدي اصور ذاك مي. يا مي وش تسوي؟ طبعا الاجواء اليوم اكثر، يعني كل يوم الجو يختلف عن بعضه، كل يوم كل يوم كل يوم يا اخي. اليوم الاجواء زينه، وامس كنا في مزارع، اليوم احنا اليوم في مزارع بصل. سلامات. ما صورت، ما جي زينه. وامس كنا طبعا شو يا سلام، كله ذا بصل. قطعوا يا شعبنا ولد، قطعوا يا شعبنا. تحداك وش خبرك وش تقول؟ تحداك وش الفاكهه اللي تقطعها وتبكي؟ الفاكهه وش هي تقطعها وتبكي؟ يعني ملونه ولا مش ملونه؟ ملونه. هي فواكه دي من شجره ولا من ذا؟ من شجره. شجره بس يعني لحظه، اذا شوف ذا مثقف، من شجره ولا من تراب ولا من طين؟ من طين. الان اذا تصور ف كيف؟ المهم امس كنا في ليم، واليوم في كله بصل، ريحه بصل نابحه ما شاء الله. شكل ذا بلدي، بصل بلدي. شوفوا هناك قضب عشب، يعني شوفوا يلا وش رايكم؟ ما نحسن مزرعة ذي الفاو ولا مزرعة العاقل؟ انا اشوف مزرعة الفاو، لان تقدر كذا تشوف كذا، هناك ما تقدر تكملها، وين كبيرة. يمكن اليوم يجي مطر صح عمد؟ الله يجو اليوم جو، يعني هواء بارد. الله يا مارب، الله يا مارب يا سادة، يا سادة سادة يا مارب يا سادة. الله مارب، هذه مارب يا سادة، هذه مارب. كم مرة رحنا معكم؟ طبعا أنا صورنا لكم يا أحلى متابعين، طبعا لايكات، استمروا في اللايكات، واستمروا بالاشتراكات، واستمروا بالسكسكرايب صح.